عميق للدستور لذلك خلال الأشهر الأولى. الدستور يحمل حرية الفردية والجماعية. من النقاش فيما يخص مسودة الدستور. الدستور يبني الدولة الجديدة على أسس جديدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد من حصتكم الطريق إلى الدستور. وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 15 سبتمبر المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر 2020. كما تضمن المرسوم أيضا تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 20 سبتمبر لمدة 8 أيام. ومن المتوقع أيضا أن تنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستفتاء يوم 5 أكتوبر القادم. طيب، نحن اليوم أمام قانون جديد لتعديل الدستور مطروح للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر، وقد صادق عليه البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وقد أعلن أيضا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عن بدء نقاش عميق بين فعاليات المجتمع من المجتمع المدني والطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وحتى المواطنين عبر وسائل الإعلام وفي ندوات متخصصة. إذن في هذا الإطار أسعد باستضافة الأستاذ عمار خبابة، ناشط حقوقي وباحث في القانون. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. أسعد أيضا باستضافة الأستاذ أمين بن كراودة، مختص في القانون الدستوري. أهلا بك أمين. وأسعد أيضا باستضافة الأستاذ يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة. مرحبا بك سيدي. شكرا على الدعوة. العفو. أستاذ يسعد، أبدأ من عندك. استضفتك تقريبا في هذا البرنامج منذ أكثر من شهرين، وقد عبرت عن امتعاضك وعن إن صح القول سخطك بما جاء في مسودة الدستور وما تعلق بفصل السلطات، سيما اختصاص السلطة القضائية. هل لا زلت تحمل نفس النظرة اليوم بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المسودة النهائية التي أصبحت مشروع قانون تعديل الدستور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة تقول: ما لا يدرك كله لا يترك جله. كتنظيم نقابي لقطاع نخبوي نبحث دوما عن سقف معين في الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، ولكن عندما تتحدد معالم توجه ما وتكون الأشياء المتاحة محدودة، يتعين أن نقيم المسار فيما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. طيب، ماذا كان تقييمكم؟ الظرف العام لم يكن يسمح بإجراء تعديلات عميقة على الدستور بالشكل الذي يحقق التغيير المنشود من طرف المجتمع. اجتمعت عدة عوامل سياسية اجتماعية وصحية وجعلت البلد برمته في ظرف عصيب على غرار باقي دول العالم. ولكن مع ذلك، أمام إلحاح الاستحقاقات طرحت المسودة، وكانت محل تجاذب بين مختلف فئات المجتمع. بالنسبة لنا كتنظيم نقابي، شاركنا في الإثراء لهذه المسودة في باب السلطة القضائية فقط، من باب التقيد بمجال عملنا ومجال اهتمامنا. الآن طرحت المسودة بمقترحات تم إرسالها للجنة، أخذ بما أخذ وأبقي على ما أبقي. الملاحظة الأولية والتقييم الأولي أننا في باب السلطة القضائية تحققت إنجازات لا يتعين نكرانها، لا سيما بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء من حيث تمثيل القضاة داخله، أو من حيث إبعاد الجهاز التنفيذي ممثلا بوزير العدل عنه، وهذا في حد ذاته بالنسبة للسلطة القضائية إنجاز كبير
لا ينكره إلا جاحد، لأنه الواقع والممارسة كانت تؤكد بأن السلطة القضائية كانت بيد وزير العدل، وهو من كان يتحكم في المسار المهني للقضاء للقضاة، ويتحكم في تسيير الشأن القضائي من خلال الدعاوى التأديبية ضد القضاة سواء عن حق أو عن باطل، وهذه جزئيات يمكن أن نصل إلى النقاش بشأنها لاحقا. نعم. طيب، هل يعني أفهم من كلامك أنكم جد وراضين على ما قامت أو ما جاءت به ما جاء به قانون تعديل الدستور، لكن في هذا الإطار هل ترأس رئيس الجمهورية بقاء ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء يغير شيئا أم لا يغير استقلالية القضاء؟ طبعا تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وردت بشكل مقبول، لا سيما وأنها تتضمن 15 قاضيا منتخبا إضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ومحافظ مجلس الدولة وعضوين آخرين من تنظيم النقابي. الأغلبية ورئيس مجلس حقوق الإنسان، رئيس مجلس حقوق الإنسان، لأنه احنا بالنسبة لنا ما هوش قاضي، احنا نهضر على القضاة، أعضاء القضاة سواء لا. بالتعيين أو بالانتخاب، هم غالبية مطلقة، ويمكنهم الآن أن يتحكموا في المسار المهني للقاضي بالشكل الذي يروق مجموع القضاة الذين انتخبوهم، وهذه آلية تجسد في القانون الأساسي. حتى لا أتهرب من سؤالك الأول، أنا أتحدث هنا عن الشق القضائي، عندما أتحدث عن الدستور كوثيقة كلية لنا فيها مآخذ، وهنا أتحدث بشكل عام. نصوص الدستور أولا عددي مكثفة أكثر مما يجب، في حدود 222 على ما أعتقد. نعم، 225 مادة. 225 أعتقد أنه فيه تضخم في النصوص. ثانيا أنه في اعتقادي بعض الأشياء وردت في الدستور كان من المستحسن أن يبقى اختصاصها القانون، وفضلا عن ذلك الصياغة وردت مهلهلة في بعض المواد، لست أدري السبب وراء ذلك، ولكن في باب تنظيم السلطات الشعار الذي كان مرفوعا كان الفصل والتوازن، عندما نلاحظ مجموع السلطات وكيفية توزيعها بين رئيس الجمهورية الحكومة البرلمان والقضاء، أعتقد أن الجهاز التنفيذي ما زال سيدا بالصلاحيات الموزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أعتقد الحاجة المثيرة للانتباه أنه هيئات توصف بأنها مستقلة، ولكن انتهاء مشروع الدستور جعل آلية التعيين هي المعتمدة فيها، وهذا جانب سلبي في اعتقادنا، لأنه التمثيل الحقيقي يتم عن طريق آلية وحيدة وهي الانتخاب في كل الهيئات. صحيح أنه ربما قد تضيق في مجالة معينة، لكن الابتعاد عنها كلية وفي كل الهيئات سيجعل من كل المؤسسات رهينة الجهة التي تعين بدلا من أداء دورها الأساسي. على كل حال نحن محظوظون نسبيا في المجلس الأعلى للقضاء، لأنه تركيبة المجلس في غالبيتها منتخبة من القضاة، وفضلا عن ذلك أنه رئيس الجمهورية لم يتمسك بصورة كلية برئاسة المجلس، بدليل قابلية تفويض الرئاسة للرئيس الأول للمحكمة العليا. نعم. يعني ممارسة نتوقع أن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا هو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء. نعم. ومع تسجيل ملاحظة، في اقتراحاتنا كنا نحبذ أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء منتخبا حتى يكون أكثر استقلالية. شكرا، واضح كلامك جيدا. طيب الأستاذ عمار الخبابة، يعني لما انتقلنا من مشروع مسودة الدستور التي جاءت بها لجنة العرابة انتهاء يعني مرورا بالاقتراحات الكبيرة جدا التي وصلت حسب تصريح الوزير الأول 5018 المقترح، وتم الإعلان عنها أيضا في موقع رئاسة الجمهورية، انتقلنا إلى مشروع تعديل الدستور، شكل أنه ربما من 225 مادة إلى 240 مادة، يعني تقريبا 15 مادة أدمجت، ومنها من أسقطت، ومنها من تم تغيير حتى صياغتها ورقمها. كيف تجد هذا التحويل؟
هل كان النقاش يعني مثمنا بالدرجة التي جعلت المسودة تغير بنسبة كبيرة، أم ماذا تم بالضبط؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك وحيي ضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. هو لابد أن نسجل الظرف اللي عشنا فيه يعني في خلال المناقشة. طبعا احنا تمنينا لو كان المناقشة يعني اخذت بعد أكبر، ولكن الظرف الصحي يعني أرخى بظلاله على هذه المسائل. كان النقاش تقريبا نقاش نخبوي، طبعا شاركت فيه المنظمات والأحزاب والكثير من الشخصيات. لما مثلا نشوف يعني على المستوى الشخصي أو على المستوى المبادرة اللي شاركنا فيها وكنا أعضاء فيها، اعتقادي وأنه اللجنة أخذت بالكثير من بجزء هام من المقترحات، ذات بجزء هام من المقترحات نقدر يعني نذكر على عجل يعني. نعم. يعني بين المسودة وبين مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، اعتقادي وأن اللجنة راجعت الكثير من المسائل. فمثلا كثير من الاقتراحات طلبت أن يكون بيان أول نوفمبر في الديباجة. نعم. فتم الإشارة إليه، ذكر أول نوفمبر وبيانه المؤسس، وكأنه وإن كان لا يقولها صراحة، ولكن من خلال في سياق الجملة نفهم أن الدولة الجزائرية الآن نصا في الدستور وفي الديباجة هي دولة مرجعيتها أول نوفمبر. نعم. أو بيان أول نوفمبر على وجه الخصوص. من جملة الملاحظات التي يعني أثيرت في النقاشات هو جعل جبهة التحرير التاريخية يعني فرقها عن جبهة التحرير الآنية، عن جبهة تحرير الحزب. نعم. فتم النص على ذلك كذلك في الدستور، لما أشار إلى جبهة التحرير سماها جبهة التحرير التاريخية. بالنسبة كذلك في النقاش، هناك في تنظيم السلطات اقترح نائب الرئيس فتم التخلي عنه. بالنسبة للحريات والحقوق وكذلك حرية الإعلام والصحافة، كثير من المداخلات والنقاشات والمساهمات تحدثت على الثوابت الوطنية، فاقترنت هذه الحقوق وهذه الحريات باحترام الثوابت وباحترام الخصوصيات وباحترام الأسرة. نعم. يعني وضعت ضوابط، لأن الحريات نعم لابد من النص على الحريات، ولابد من النص كذلك على الضمانات، ولكن لابد كذلك من النص على الضوابط حتى لا تنفلت الأمور وتصبح يعني الحريات تمس بالحقوق الأفراد. بالنسبة كذلك لبعض المسائل فيما يتعلق بتوضيح، تم توضيح مسألة رئيس الحكومة والوزير الأول في المشروع ما كانش واضحة. الآن تقريبا يعني في اعتقادي، ربما البعض ما زال يقول أنها غير واضحة، في اعتقادي أنها أصبحت واضحة، بحيث أصبح إذا كان الانتخابات الرئاسية أفرزت أغلبية موالية للرئيس فإنه هنا يعين وزير أول، وإذا كانت الأغلبية البرلمانية يعني الانتخابات التشريعية أفرزت أغلبية برلمانية لها برنامج ليس هو برنامج الرئيس، فنكون أمام رئيس الحكومة. رئيس حكومة. كذلك كان هناك نقاش كبير حول قوانين خاصة للبلديات، هذه المسألة تم توضيحها في المشروع. مسائل أخرى يعني بقيت بعض المسائل هي محل نقاش، مثلا رغم أنه يعني في النقاش خذت شوط هي ما تعلق مثلا بربط المدرسة بأنها لابد وأنها تبتعد عن يعني المسائل مستقلة والمدرسة بالنسبة للمدرسة. نعم. يعني أن تكون نبعدها عن السياسة والإيديولوجية. هناك الكثير الذي يروا أنه كان يمكن الاكتفاء بالجانب السياسي. نعم.
دون الذهاب إلى الجانب الإيديولوجي، لأنه ربما البعض ينظر وأن القصد منها هو التربية الدينية إلى غير ذلك. واعتقادي وأن المسألة مدام أن الحريات المادة 34 هي مادة محكمة ونص فيها صراحة على أن الحريات والحقوق أنها لابد أن تحترم الثوابت، فاعتقادي أن التخوف هنا يزول. كذلك وضح مسألة تدخل الجيش خارج الحدود، وضحها وأصبحت واضحة، وأنه لا يمكن أن يقوم بحرب بالوكالة. بالنسبة للقضاء كذلك يعني أدرج بناء على يعني اقتراحات وتدخل تدخلات كثيرة طالبت توسيع تمثيل في المجلس على القضاء. كان أملنا أن يكون كذلك نقابة المحامين أو اتحاد منظمات المحامين عضوا بأن يشكل، أن يكون يعني في التشكيلة. نأمل وأن هذه المسألة ستستدرك. لازم يسمحكم سي سعد مبروك، لازم يساندكم سي سعد مبروك. لا طبعا هو شوف، هي العدالة أو العدل يمشي بجناحين فعلا، جناح القاضي وجناح الدفاع. الدفاع فكان أمنا وأنه أن يكون المحامون ممثلون في المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك لما لا في المحكمة الدستورية. فطبعا وإن كان التعيين في المحكمة الدستورية تكلم عن المجال بصفة عامة، ممكن يمكن يستدرك التمثيل لهذه هذه الفئة، هذه الكوربوراسيون هذه اللي هي وازنة. نعم يعني نقابات المحامين الآن احنا في حوالي 23 أو أكثر من نقابة، اتحاد يضم الكثير من النقابات تاع المحامين. فإذا كان ممكن يستدرك هذا في المحكمة الدستورية يعيب البعض في اعتقادي. أنا عندي رأي في المسألة فيما يعني يتعلق أنه تشكيلها ليس لم يعلن عنه بعد بطبيعة. نعم في قانون عضوي سوف في قانون يكون ربما بالنسبة كذلك طيب للهيئة المستقلة للانتخابات. نعم فقط. وربما يعني طبعا هو صح في النقاشات وفي المداخلات كانت كلها يعني تطلب أو تتجه إلى الانتخاب. اعتقادي وأنه ممكن تدارك ذلك كذلك في قانون عضوي، لأنه الآن في الدستور أن الرئيس رئيس الجمهورية هو الذي يعين الرئيس ويعين أعضاءها، ولكن في القانون العضوي الذي ينظمها ممكن أن نذكر الفئات التي يعين منها الرئيس. ممكن مثلا قال أن هذه الهيئة المستقلة تكون مشكلة من النقابات ومن الاتحادات، وهذه الاتحادات هي تقترح على الرئيس أعضاء هو يعينها والرئيس يعينها. نعم. وأكتفي بنقطة، لابد ما ننساش وأن رئيس الجمهورية هو منتخب. حينما نتحدث لماذا عين ولماذا عين، رئيس الجمهورية منتخب ومنتخب بالاقتراع العام والمباشر، هذه لابد ما تغيبش علينا. يملك شرعية يعني طبعا شرعية. يقول لك لماذا الرئيس يعين في المسألة الفلانية ولماذا يعين، إذا من يعين؟ وهذا معين، هذه الشخصية هذه السامية في الدولة يعني انتخبها الشعب في انتخاب عام ومباشر. في اعتقادي وأنه لابد نحي، يعني يسمحوا لي المشاهدين، لازم نحيو الكاسيت ولا الديسك اللي موجود في روحنا نتاع الرئيس السابق. لازم نتعامل مع أننا دخلنا عهد جديد، طبعا نتمنى وأن نراه في الممارسة يوميا، ولكن مبدئيا نحن في عهد جديد. لا. حينما نناقش لابد وأن نحي الخلفية اللي كانت في روسنا وكنا نناقش بها المسائل. لماذا؟ لأنه في السابق كنا نناقش على خلفية رئيس عنده باقي في الحكم 20 سنة. فنناقش ونتحدث لماذا يعين الرئيس هنا ولماذا يتدخل هنا ولماذا. أملنا وأننا ندخل عهد جديد من حيث النصوص وكذلك من حيث الممارسة. طيب ممتاز، سوف أعود إليك أستاذ عمر الخبابة. أستاذ أمين، يعني أبدأ من حيث انتهى منذ قليل الأستاذ الخبابة، وقال هو عدد في الحقيقة مجموعة خصال والإيجابيات التي جاء بها الدستور في تعديله الأخير، لكن بالمقابل شاهدنا بعض المواد التي كانت إيجابية وزكاها الجميع وأدير حولها النقاش، وكانت تقريبا بإجماع كبير من الكثير من الطبقة السياسية وحتى المجتمع المدني، كانت موجودة في المسودة إلى أنها أسقطت ولم نجدها في مشروع مشروع التمهيدي أو في مشروع تعديل الدستور، مثلا كالتي أشار إليها الأستاذ الخبابة لقضية
اللجنة الوطنية المستقلة في المسودة لم تأتي بتعيين الأعضاء، أتت بتعيين رئيس اللجنة فقط، فإذا به نتفاجأ أنه في تعديل الدستور جاءت بتعيين الرئيس وبتعيين الأعضاء، وربما أيضا في الأجال التي كنت أشرت إليها في حصص سابقة يخص الإدارة. طيب حقيقة شوف، نقاشنا اليوم سوف يصب وسوف يتجه إلى إثراء القوانين العضوية، لأن الدستور لقد تم إصداره في الجريدة الرسمية، والنصوص التي الآن في بصدد مناقشتها مع الضيوف الكرام وفي النخبة التي تناقش يوميا هذه النصوص، أنه نحن دائما نرقى إلى الأفضل. لا يمكن أن نجحد أمور جات إيجابية في الدستور الحالي الذي سوف يكون يمر على استفتاء شعبي أول نوفمبر. نعم. كاين أمور إيجابية وكاين أمور سلبية. نحن كمختصين لدينا هاجس وتوجس من المستقبل، وهذا تلقاه عند المواطن البسيط. نجي مثال وليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. حقيقة كانت بعض الأمور في المسودة التي طرحت للمناقشة، على سبيل المثال أجل 30 يوم، هي كنولو للأصل هو ليس أين بنص هذه الأجل؟ الأجل 30 يوم عندما المواطن يتوجه إلى الإدارة، وهي أكثر الأمور التي تخص أغلب شريحة المجتمع الجزائري، أنه كي يتوجه للإدارة، الإدارة إلى ما جاوبتوش خلال أجل 30 يوم من يوم تقديم الطلب يكون الرد، يعني يعتبر قبول من الإدارة. حقيقة أنا كنت من الناس الذي ثمن هذه النقطة إلى أقصى الحدود، رغم أن هذه النقطة كانت أنها تكون في القانون ولا تكون في الدستور، لأنها أصلا ليس نقطة دستورية، وإنما هو سباق لكسب ثقة المواطن. نجو نلقاو في الدستور الحالي أنه يقول لك تكون المدة المعقولة لرد الإدارة. كلمنا في الحصة السابقة أنه المدة المعقولة مفتوحة على مصراعيها، تقدر لكل شخص 24 ساعة، تقدر تكون سنة، وبالتالي نعود نقع في مطبات الماضي. لكن نقدر نقول ونشد الأمل أنه نقول يمكن أن يتم النص عليها في القوانين التي سوف تمر على البرلمان وينصوا على الأجل، يعني أنه ما نقطعوش رحمة ربي فيما يخص هذه النقطة، ونقول يمكن أن تكون قوانين، وهذا وآمل أن يكون ذلك، أنه تكون القوانين التي تنص على أجال محددة أجل ثابتة، وتنص على الطريقة والكيفية التي سوف تجيب فيها الإدارة أو لا تجيب، لأنه حتى النصوص نص على الأجل، الإشكاليات المطروحة يوميا للمواطن، يروح الشخص باش يبلغ الإدارة، الإدارة ترفض أنها تستلم، وبالتالي إذا رسل عن طريق المحضر القضائي نقدر يجي في النصوص على أنه يعتبر 30 يوم مثلا، إذا كان 30 يوم من يوم أنه رفض الإدارة الاستلام، وبالتالي هذا يخلق نوعا من الديناميكية في الإدارة. ضيف أنه يوجد نقطة ثانية، يمكن الإدارة يولي عندها أنامبريمي كما نقوله، يكون عندها نسخة معتادة عليها، يمكن أن نوقع في إشكال كذلك، يقول لك معليش نديره 30 يوم والإدارة تولي تجاوبك عن طريق أنامبريمي، كي تروح تبلغ لها تجاوبك بالرفض في الحال، وبالتالي لا يمكن أن القانون يتحايل على رفاهية المواطن، هذه اللي أنا خايفين منها. نجي نقطة ثانية نحمدوها ونتهجس من المستقبل، المادة 25 تقول لك يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة، هذه المادة التي كانت سابقة المادة 24 في الدستور السابق كانت موجودة في 2016، وبالتالي الآليات التي سوف ترقى في تطبيق القانون هي التي سوف تكشف على نية هذا الدستور. نعم. رغم بعد تصويته، لكن نفتح قوس ونقول له أنه النية الحسنة موجودة، الإنسان لا يمكن لا يجحدها إلا جاحد. نعاود نولي نقطة المهمة فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للقضاء حقيقة عندما تقرأ المادة نوافق زميلي المحترم أنها 70% نقدروا نقولوا أنه وصلنا أنه كانت خطوة إيجابية. أصلاً هي مادة جديدة، يعني المادة 180 مادة جديدة كلها بجميع نواديها. كين مادة أنا يعني أخاف منها، ما هي هذه المادة؟ المادة اللي أخاف منها يتم جيف المادة 180 سابقاً 174، وش تقول؟
يتم تعيين في الوظائف النوعية القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء. يعني يوجد رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوم رئاسي لتعيين القضاة في المناصب النوعية. وما هي المناصب النوعية؟ هي رؤساء المجالس، رؤساء المحاكم، نواب العامون. صحيح. رئيس الجمهورية له الحق في التعيين. رئيس الجمهورية ليس أدرى من وزير العدل من قطائه، وبالتالي غالبا رؤساء المراسم الرئاسية سوف تصدر عادة، ماهيش منصوص عليها في القانون لكن متعامل عليه، أنه رئيس الجمهورية سوف يستثير السلطة التنفيذية اللي هي وزير العدل في ظرف هذا الإطار. نعم طيب. ومن الجانب الثاني اسمح لي، كاين مجلس أعلى للقضاء، مجلس الأعلى للقضاء يكون الرأي مطابق. هنا في النص الدستوري كاين إشكالية في حال تطابق، في حالة عدم تطابق الآراء بين رئيس الجمهورية ومجلس أعلى للقضاء، كيف يتم فصل؟ نقع في إشكالية دستورية، هذه نقطة. لا. نقطة ثانية، كي تعاودوا لي المادة التي تشير على استقلالية القضاء، يقول لك القضاة ينتخبون من قبل زملائهم، قاضي حكم قاضي، رئيس وتحت تحت رقابة زميلي نتكلم، رئيس مجلس أو رئيس محكمة، نقدر نعتبره قاضي حكم، يقدر يصدر أحكام، وبالتالي يقدر يكون، لأنه في المادة هذه كاين من تحت القانون العضوي الذي ينظم الانتخابات، يمكن أنه يصدر في القانون العضوي لتنظيم الانتخابات أنه الأشخاص التي تكون على مستوى المجلس الأعضاء الأعلى للقضاء من المناصب النوعية، يعني أنه أنا لا يرتاح لي بال حتى يصدر القانون العضوي للقضاء ويكون ولا يتحايل على القانون، يكون عند قراءته يكون مفسرا ولا نربطه. طيب نقطة مهمة الله يخليك، ولا نربطه بالمناصب النوعية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أستاذ يسعد مبروك، الأستاذ أمين بن كراودة كان أثار العديد من النقاط فيما يخص السلطة القضائية، هل لديكم تعقيب؟ لكن قبل ذلك أريد أن أسأل لك سؤال. الكثير لاحظ في الدستور الذي صدق عليه من قبل غرفتي البرلمان وصف المحكمة الدستورية بالمتوغلة أو المتغولة أيضا على السلطة التنفيذية، ما رأيك في ذلك؟ أولا أجيب على الملاحظة ثم أجيب على السؤال المتعلق بالمحكمة الدستورية. يكفي في القانون الأساسي للبلد تنصيص على المبادئ العامة، تفاصيل تضمنها قوانين العضوية والقوانين العادية. علاه قلت كاين ارتياح لدى القضاة بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء؟ أولا حتى في النص السابق كان الاختيار موجود بين الدستور هو من يضمن استقلالية القضاء، أو رئيس الجمهورية هو من يضمن استقلالية القضاء. في النص الجديد المجلس الأعلى هو من يضمن استقلالية القضاء، وهذا على المستوى المبدئي مهم جدا. طيب ما الفرق؟ الفرق الآن أنه ما كان يتحدث عنه الأستاذ متوجسا منه لن يحدث، لأن عملية التعيين في كل الوظائف القضائية كنوعية أو غير نوعية ستؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء دون سواه. ممتاز. ما يتم على مستوى رئاسة الجمهورية في المناصب النوعية هو الإجراء الشكلي إصدار المرسوم وفقط، لأنه لا يمكن لا يتصور أن رئيس الجمهورية سيملي على المجلس الأعلى للقضاء بعد اليوم على الوظائف النوعية خلافا للسابق. الأستاذ يتحدث عن طريقة سابقة في إعداد المراسيم أن الوزير هو من يقترح، الرئاسة تعين والمجلس الأعلى يوافق. نعم. الآن الوزير لم يعد عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، لم يعد عضوا، لا وزير يحق له وزير العدل لا يحق له لا تقديم مقترحات ولا الاعتراض على القرار. المادة تقول المادة اسمح لي قطعتك، يتم تعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق لمجلس أعلى القضاء. بمعنى ذلك اسمح لي الله يخليك نكمل الفكرة، اسمح لي بمعنى ذلك يعين، يعني المرسوم الرئاسي من يوقعه؟ رئيس الجمهورية. إذا لم يريد أن يوقع عليه كيف يصرى؟
كيف الى رئيس الجمهوريه حاشي يوقع المرسوم الرئاسي؟ لا انت تهضر لي على حاله شبه مستحيله. لا لا ماشي شبه مستحيله. مرسوم رئيس الجمهوريه اسمح لي، رئيس الجمهوريه يجي منصب نوعي، انسان ما يعجبوش ما يديرش منصب نوعي، لانه هو الذي يوافق ويقول لك بعد 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 راي مطابق لمجلس اعلى القضاء. يعني المجلس الاعلى للقضاء موازي لرئيس الجمهوريه حقيقه؟ مش موازي، ما تنساش رئيس الجمهوريه راه عضو في المجلس الاعلى للقضاء. إيه لا 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 نتكلم على لا لا مانيش نتكلم على المهام مجلس الاعلى للقضاء، راني نتكلم على اصدار المراسم الرئاسيه. في اصدار المراسم الرئاسيه بمفهوم واضح وحتمي انه اذا رئيس الجمهوريه لا يوقع بمفهوم المخالفه، اذا رئيس الجمهوريه لا يوقع المرسوم الرئاسي لا يصدر المرسوم الرئاسي. او استاذ قانوني انت تتحدث عن ازمه، انت تتحدث عن ازمه لن تحدث. لا لا اتحدث عن الازمه التي اخاف ان تقع. استاذ امين هذا هو النقاش. استاذ يسعد ليست قضيه ازمه فقط، لكن ربما هذه تشتبه مع الماده 104 104 اللي تقول على رئيس الجمهوريه الذي يعين اعضاء الحكومه. هذا التعيين يعني، لكن الذي وضع طاقمه الحكومي هو رئيس الحكومة. نعم. فالتعيين هذا هو تعيين شكلي لأنه من صلاحياته كرئيس الجمهورية. خليني نكمل. الآن هذه الإشكالية لم تعد موجودة بخروج وزير العدل. الإشكال الأساسي، المعركة المفصلية في استقلالية القضاء هي القانون الأساسي للقضاء والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى مدونة أخلاقيات المهنة. هذه ستأتي لاحقا بين كل فواعل العملية القضائية، ونأمل أن تكرس الاستقلالية حقيقية وتضع معايير واضحة وشفافة لتولي كل الوظائف النوعية في سلك القضاء، بداية من رئاسة الجهات القضائية في الدرجة الثانية أو في الدرجة الأولى. طيب الأستاذ يسعد في هذه النقطة بالذات، يعني المواطن يهمه الملموس وتهمه الممارسة الميدانية لسلك القضاء، للقضاة، لنواب العامين ولوكلاء الجمهورية. في كثير من الأحيان وكيل الجمهورية وشاهدناهم أيام الحراك يشتكون من السلطة الموجودة عند الأمين العام، النائب العام، عند النائب العام عفوا. النائب العام مثلا قد يستطيع أن يطلب من وكيل الجمهورية أن يأتيه بملف معين هو قيد الدراسة وقيد التحقيق، يطلب منه ملف فساد معين لأي رجل ويحفظه عنده، ولا يستطيع وكيل الجمهورية حينئذ أن يعيد طلب هذا الملف أو يعيد فتحه من جديد أو يسأل عنه حتى من جديد. ألا تجد أنه فيه مشكل آخر بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء وعن التعيينات والتحويلات وغير ذلك، مشكل في الصلاحيات الموجودة داخل هيئة القضاء؟ من هو بعيد عن العمل القضائي يرى هذا غريبا، لكن من يعرف آلية العمل القضائي يراه عاديا جدا، لأن القانون هو الذي ينظم عمل النيابة العامة ويجعلها تحت سلطة تدرجية تبدأ من وزير العدل مرورا بالنائب العام إلى النائب العام المساعد وصولا إلى وكيل الجمهورية وانتهاء بمساعديه. فيها علاقة التدرج والتبعية ونوع من الرئاسية. فيما طالبنا في القانون الأساسي وفي المقترحات اللي مدينا، لأنه هذا مش مجال هذا الدستور، طالبنا بفصل النيابة العامة و جعلها تحت إشراف النائب العام لدى المحكمة العليا بدلا من إشراف وزير العدل عنها. هذا مشروع مأمول، ننتظر هل سيتجسد أم لا. ولكن ما يهم النيابة في الأصل في النظام القضائي الجزائري هي جهة اتهام. الذي يهم أساسا هو قاضي التحقيق وقاضي الحكم، لأنه هو من يقرر ابتداء وانتهاء. النيابة العامة من قد تحدث مشكلة ما في البداية، لكن لا. الحل موجود مش بيدها، وبالتالي يتعين معرفة النظام القضائي وكيفية عمله للحديث عن سلبيات وإيجابياته. الأستاذ تحدث عن أمل السادة المحامين في عضوية المجلس الأعلى للقضاء. نعم. من حيث المبدأ يبدو ذلك جائزا، لكن من حيث الممارسة الأمر غير معقول وتحطوا فيه بسلاسة. المجلس الأعلى للقضاء في الأصل يهتم بشأن القاضي منذ تعيينه إلى غاية عزله، بما فيها الجانب التأديبي. هل من المعقول أن يأتي شخص ما من فئة ما بعيدة عن قطاع ما ليتحكم في مصير أبناء هذه الفئة بغض النظر عن النوايا؟ لو كانت تروح الآن نقابة المحامين ولا الاتحاد ولا المجلس التأديبي تاعهم
فيه قاضي ولا ما فيهش؟ فيه فيه في الطعن. إيه؟ في الطعن هذيك لجنة الطعن. إيه؟ بصح المجلس التأديبي ما فيهش. ولكن هذه لو كان تروح للمجلس تاع الأطباء تلقى فيه غير الأطباء. نعم. المهندسين تلقى فيه غير المهندسين. الآن احنا عندنا يقدر مثلا في الجانب التأديبي ما يحضروش، ما تقدرش تميز عضو، ما تقدرش تقصي، ما تميز، ما تقدرش. وعلاش في الرئاسة في النظام الحالي قبل ما الدستور انه في الـ في الـ في المجال التأديبي المجلس الأعلى للقضاء يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا، ما يترأسهاش الوزير العدل. وزير العدل لأنه هو صاحب الدعوة التأديبية، ما يقدرش يكون خصمك ويحكم عليك. إيه إيه حبيت نقول، ولكن ما محل المحادثة من القاعدة هذه. حيث المبدأ، حيث المبدأ موجودة متوفرة. لا 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 ما كيف كيفش. أني وزير العدل راهو نائب رئيس في القانون الحالي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. نعم. ولكن في الدعوة التأديبية ما يحضرش لأنه هو من يحركها. إيه ولكن هم القضاة يحضروا. لا القضاة يحضروا لأنه منتخبين عند زملائهم. لا القضاة اللي عندنا في اللجنة الوطنية للطعن. لا أنا نهضر على المجلس الأعلى للقضاء. وهي اللي لأنه اللجنة الوطنية. لا خلافة، دور المجلس الأعلى للقضاء مش كيف كيف، لأنه أنتم كمحامين اللجنة الوطنية للطعن تراقب مدى سلامة القرار المتخذ من اللجنة التأديبية على مستوى رقابة ما طبعاً. فيما إذا كان مطابقا أو غير مطابق للقانون، هذا غير متاح للقضاء. لا ولكن اسمح لي الله يخليك نعتبرها هي يعني سي يسعد، أنتم المحامين يقبلوكم عندهم كقضاة عندهم، أنتم ما تقبلوش. ديروا المعاملة بالمثل. لا 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 دوك نجاوبك، دوك نجاوبك بكل لطف بكل لطف. أنت قلت عبارة باللي العدالة تمشي بجناحين، أحدهما القضاء والعدالة. أنا نقبل لك تشبيه مع التغيير المركز. نعم. أنا نقول لك بلي العدالة تمشي بالقضاة وبالمحامين معا. نعم. ولكن القضاة هما عقل العدالة والمحامين هم لسانها، وفرق بين العقل واللسان، ليس انتقاصا من الدور ولكن لنضع الأمور في نصابها الصحيح. المحامي من حقه أن يدافع، أن يجرح في الإجراءات، أن يصحح الأخطاء، أن يكشف العيوب، لكنه لن يقرر انتهاء. من يقرر هو القاضي، وعليه أن يتحمل تبعات قراره. لكن من يقوده أخلاقيا، من يقوده إلى جادة الصواب هو المحامي. لا لا جلسات كاين بعض في محكمة الجنايات لا يمكن للجلسة أن تنعقد وتحاكم إلا بحضور المحامي. هذا حق ممنوح للمتقاضي. طبعا حق ممنوح للمتقاضي، من حقه يجيب اللي يدافع عليه، ولكن من يقرر انتهاء في المخالفة في الجنحة وفي الجناية في المادة المدنية وفي الجزائية هو القاضي. سيسا في ذلك شك. شوف حتى الأمور في النصاب انطلاقا وليس تضامنا وانطلاقا. أعطب أنا لا أوافق الشطر أنه يكون المحامين أعضاء في النقابة القضاة. هذا أنا بالنسبة لي رأيك على كل لا لا رأيي نعطيه في النقابة في المجلس الأعلى. اسمحني في المجلس لا دوك نجيك النقابة. سامحني الجملة اعتراضية. ربي يحفظك. شوف باش تعرفوا باللي ما عندناش شنآن ورانا راكبين سفينة وحدة. أنا سبق وطرحت على رئيس الاتحاد وبعض النقباء، قلت لهم هاتوا نديروا تنظيم نقابي تاع العدالة كل في بعضنا، فيها قضاة، فيها محامين، فيها أمناء ضبط، فيها مساعدي عدالة، نخلقوا تكتل نقابي قوي يقدر يكون نخبوي وفاعل في نفس الوقت بعيدا عن الشعبوية الموجودة. انت نجي معاك ما نجيش معاك، تبان لي اشياء ثانوية. شوف وجود انا اعتبره وجود المحامي في المجلس على القضاء امر شاد بالنسبة لي، ويبقى رأي على كل حال ما نفرضه على شخص. فيما يخص النقابة اسمح لي، فيما يخص النقابة ولا وشيئين يختلفان، وانا لا اوافق مبدئيا أن يكونوا المحامين في المجلس على القضاء. لكل ذا شأن شأنه نجتمع في شيء أنه تحقيق العدالة، أنا متفق معك، لكن المجلس على القضاء لاستقلال القضاء والمحامي له استقلالياته مبدئيا. أنا حبذا فيما يخص الدفاع حقيقة حبيت وين يكون على مستوى الدستور، حبذا أنه الدفاع يكون عنده دور في إحضار الأدلة، أنه الدفاع يكون عنده دور إيجابي وليس الدور السلبي عند وكيل الجمهورية أو قاضي تحقيق. الدور السلبي أنا حبيت أن يكون في الدستور هنا نخلق موازنة ونخلق جناحين، وهنا يمكن لأنه في بعض الحالات القاضي ملزم بالحياد وأنت أدرى بذلك، من له العنان في الذهاب الإجراءات إلى أبعد الحدود ونلقاو روحنا مقيدين في الإجراءات.
في بعض الحالات كان وين بعض نعطيه على سبيل المثال وليس الحصر، رغم أنه تدخل في الأمور في أجولة، تدخل في الأمور الإجرائية. سماع الشهود، احنا في بعض الحالات كدفاع نجيبوا شهود على مستوى وكيل الجمهورية ما يحبش يسمعهم، يقول لك ما سمعتوش الضبطية ما نسمعوش، تجيبوا على مستوى قاضي الحكم يقول لك ما نسمعوش. أنا حبذا لو كان على مستوى الدستور أطلق علنا الدفاع للذهاب الى الدليل الى ابعد الحدود. اسمح لي هذه بعيده عن الدستور. لا 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 اسمح لي الشهود في اي مرحله. لا 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 اسمح لي، مارس دورك كمحامي. اسمح لي لايك الدستور فيها. راني جايك راني جايك، مانيش قلت لك ليس بطريق اجرائي، ليس ليس بكلام دستوري، لا ماشي نقول على اساس يكون في الدستور. لو كان مبدا يكرس هذا الاجراء لا يوجد في الدستور الحالي، لا يوجد انه يقدر يكون مبدا انه يمكن للاطراف أو عن طريق محاميهم إحضار الدليل بكل الوسائل وتضع النيابة المحترمة تصرفاتها في كل الوسائل. مش القانون هذا مش الدستور. لا لا اسمح لي اسمح لي، كان قادر مانيش نتكلم على المادة الإجرائية، راني نتكلم على المبدأ، راني نترجم لك في الإجراءات. المبدأ سامحني، المبدأ الدستور حق الدفاع وخلاه مطلق ما قيدكش. لا 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 اسمح لي، جينا في الإجراءات بالدستور الحالي وبالمواد نفسها، نفس المادة فيما يخص الدفاع كي دخلنا في هذا النقاش، نفس المادة موجودة في الدستور السابق وفي الممارسات. في بعض الحالات كدفاع تشوف الدليل وتروح تتكلم مع وكيل الجمهورية، رغم أني هذه أمور إجرائية ومع النايب العام وتقول له عندي الدليل وعندي، يقول لك دير لي طالب والطالب والجلسة تفوت والطالب ما لا يفصل فيه، وهذه أمور إجرائية تعرفها ولا نعرفها يعرفها. هذا اسمح لي الله يخليك، هذا إقرار بفشل المحامي. لا 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 بعد لا لا نو، كيدير الطالب كيدير الطالب وما يجاوبكش وكيل الجمهورية، ودير النايب العام وما يجاوبكش، ودير وزير العدل اسمح لي، ودير الوزير العدل وما يجاوبكش. هنا اسمح لي، هنا تعاود تولي، هنا تعاود تولي للمادة تاع الآجال، هنا تعاود تولي للمادة تاع الآجال تاع 30 يوم فيما يخص الإدارة. كون كانت مادة تربط، نتمنى تكون في الإجراءات، أني نتكلمك أمر واقع، مانيش نتكلم مانيش نجيب ليس من ضرب الخيال وش نقول لك وتقول لي فشل المحامي، ليس بفشل المحامي. النزاع على مستوى القضاء يعتبر نزاع حضاري، ما يترجم الى نزاع حضاري باش ما نولوش نضربوك الحيوانات، نروحوا للقضاء. كي تروح للقضاء ودير طلب وكيل الجمهوريه وما يجاوبكش، مع احترامي كل النيابه بما فيهم المحترمين، كي دير طلب النائب العام وما يجاوبكش وتجوا في الجلسه تاعك واش راح تضارب معاه مع النيابه العامه على مستوى، تكتب الوزير العدو وما يجاوبكش تضارب معاه، هذه واقع معاش. مانيش نجيب من ضرب الخيال، فهمني مانيش نجيب من ضرب الخيال. انا تمنيت اسمح لي، انا تمنيت كون عطاو على مستوى الدستور أنا الطريقة الأمريكية وين يكون الدفاع يقدر يطلق العلن في إحضار الدليل، ولا نقعد أنا نجوز على وكيل الجمهورية. لو كان اسمح لي معليش نظام معليش نظام القضاء معليش لا لا ماني نتكلم على اسمح لي يهضر على النظام الاتهامي والترقيبي معليش، بصح راني نتكلم على إجراء محمود، لأنه في الدستور الحالي هذا أنا ما أظن الدستور الانتقالي يديروا لك وزير أول، داروا مادة شاذة فيما يخص الحكومة كي تكون من رئيس الجمهورية كاين وزير أول، وكي تكون الأغلبية برلمانية دون رئيس حكومة، هذه المادة جازت على كل الناس وتعتبر مادة ما أول ما اجتهاد دستوري في الجزائر، وما يقدروش يديروا اجتهاد دستوري ويجيبوا مادة إيجابية من خلال دساتير سابقة من أجل حماية مصلحة المواطن. طيب واضح أمين، واضح كي ما نطولوش بزاف في هذه النقطة. ربما أمين تحدث فعلا عن أمور يعني كمحامي يشوفها يوميا من خلال العمل تاعو. طيب أعطيني إجابة سريعة حول المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أيضا اعتمد فيها على آلية التعيين بدل من الانتخاب، بتركيبة تتشكل من 4 أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم الرئيس، عضوين منتخبين أحدهما من المحكمة العليا والآخر من مجلس الدولة، وستة أساتذة من المختصين في القانون الدستوري ينتخبون فيما بينهم وفق آلية ستحدد فيما بعد. في نهاية المطاف يعني المنتخبين أكثر من المعينين. المنتخبين أكثر من المعينين، ولكن المنتخبين نقدر نسميهم لك منتخبين إلا ربع، لأنه آلية الانتخاب يحددها رئيس الجمهورية بنص الدستور. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المحكمة الدستورية في المهام المسندة إليها أنها تراقب دستورية القوانين والتنظيمات وتراقب العمل الإدارة. الآلية تراقب حتى أوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية. هنا إشكالية أخرى، هل يستصاغ أن هيئة معينة تراقب لاحقا قرارات من عينها؟ أدبيا فيه مشكل. بون تقدر تقول لي ممكن فيها حسن نية، الظرف لا يناسب،
لازم نصالحوا بعضنا وما نبقاوش نمشيو في نفس الانماط السابقه. احنا صحيح مع وجود نقص في النصوص او فراغات، عيب الجزائر دوما هو الممارسات. لان النصوص على القصور الوارد فيها يمكن تداركها عندما تتوفر النية الحسنة والإرادة السليمة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة العدالة. المحكمة الدستورية بالتركيبة الحالية وآلية التعيين أعتقد أنها لا تبتعد كثيرا عن المجلس الدستوري السابق، ما عدا توسيع صلاحياتها، وسنرى في الممارسة فيما إذا كانت ستمارس عملها كما يجب أو أنها ستبقى هيئة بدون روح. طيب ممتاز. أستاذ عمر الخبابة، نمشي لشق آخر. أنت عضو في المبادرة الوطنية لقوى الإصلاح أو مبادرة القوى الوطنية للإصلاح. طيب كنتم أجريتم لقاء تقييمي ليلة أمس، ما هي أهم الأمور التي خرجتم بها؟ هل وجدتم مقترحاتكم في هذا الدستور؟ هل أنتم معه أو ضده؟ ماذا تنصحون الشعب الجزائري من خلال هذا الدستور؟ إذا سمحت لي في عجالة برك. طيب في عجالة لأن الوقت داهم. نعم، المشروع المعروض للاستفتاء وردت فيه بعض الاستدراكات فعلا. طيب عن الوثيقة التي خرجت يعني ثم نشرها قبل تصويت البرلمان. نعم. واعتقد بأن هذه الاستدراكات تمت على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. نذكر منها على عجل مثلا قضية الخلط بين العهدة والعطلة في المادة 142، مسألة الوزير الأول في المادة 183 في المحكمة العليا للدولة سقط، لم يكن في المادة أضيفة تم استدراكه. كذلك في المادة 87، واعتقادي وأن ربما أستاذ مبروك اعتقادي وأن قضية تحديد الآلية اعتقادي وأنه تم التخلى عليها في يعني أنه رئيس الجمهورية هو الذي يحدد آلية انتخاب الأعضاء في المحكمة الدستورية، اعتقد وأنه تم التخلى عليها. وكذلك تم توضيح كان هناك واحد النقطة، كانوا يشترطوا في العضو أن يكون له خبرة في القانون الدستوري لمدة تفوق 20 سنة. تم التخلي عنها ويعني استبدلت كشرط. نعم استبدلت بخبرة في القانون العام وله أو استفاد من تكوين في القانون الدستوري. نعم. يعني في هذه بعضها ربما الإنسان. نعم. يدرس بعد حتى يعني في الجريدة الرسمية. نعم. كيف خرجت. فاعتقادي وأنه تم استدراك بعض الأخطاء التي أو بعض الإغفال. أهمها أيضا أستاذ الخبابة هي في المادة 180 المتعلقة بالمجلس بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. نعم. بعد إسقاط عضويتي النقابة الوطنية للقضاة تم استدراكها. نعم. شيء جميل. وأيضا من ناحية الشكل لو لاحظت هذه. نعم. هذه المسودة التي كانت موجودة. نعم. التي نزلت إلى المجلس الشعبي الوطني. نعم. نزلت بهذا الشكل المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وفي الأعلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور. أيوة. وكان خطأ شكليا. نعم. يعني فاميزون باج كان من المفروض أن تكون هنا رئاسة الجمهورية وهنا مشروع تعديل. نعم. قانون الدستور رقم كذا. نعم. والمؤرخ في كذا. بالنسبة لسؤالكم، هو المبادرة القوى الوطنية للإصلاح قبل ما تلتقي يوم أمس. نعم. كان هي عندها لجنة اللي كانت هي اللي قدمت المقترحات الدستورية، اجتمعت وأعدت تقرير. هذا التقرير تضمن ما تم الأخذ به أو الأخذ بعين الاعتبار به، يعني معناها أن المبادرة قدمت اقتراحات. نعم. على تعديل المسودة أو إضافات وإلى غير ذلك. فاللجنة هذه اللجنة أحصت ثلث مجالات. أولا والله خلينا نروح مباشرة للقرار اللي أخذته أو ربما البيان اللي اصدر عن المبادرة. نعم هذا هو الأهم. هذا ما كنت أقصد. عفوا المبادرة اجتمعت يعني هيئة الرؤساء فيها اجتمعت ودرست الوضع وانتهت إلى بيان. هذا البيان ثمن النقاش الذي دار في الساحة الوطنية. نعم. وكذلك أشاد بالمساهمات التي تمت في تعديل الدستور من جميع الشركاء. ثمنت
أخذ اللجنة لجنة الخبراء باقتراحات، بكثير من الاقتراحات، فيه من يقول 31، فيه من يقول أقل إلى غير ذلك أو أكثر. المهم اللجنة توصلت إلى أنه لجنة الخبراء أخذت بعين الاعتبار جزء كبير من مقترحات هذه المبادرة. نعم. رئيس اللجنة يقول أكثر من 80 مقترح يعني. طبعا هو فيما يتعلق، هو ربما الخلاف فيما يتعلق به أنه فيه بعض المقترحات قدمتها المبادرة وقدمها أطراف أخرى. نعم. يعني شركاء، هناك اقتراحات يعني خاصة بالمبادرة، وهناك اقتراحات مشتركة مع شركاء آخرين يعني نتفق معها. وتحفظت اللجنة تحفظت المبادرة على بعض هذا الأحكام. ما كنت سأسألك، ما هي بعض المواد التي تحفظتم عليها في المبادرة؟ المبادرة تحفظت على مثل ما قال السيد مبروك فيما يتعلق بالانتخاب. المبادرة يعني الاقتراحات تاعها كانت أننا نمشي بالانتخاب في كثير في المجلس الأعلى للقضاء، في المحكمة الدستورية، في هيئة الشفافية. نعم. في السلطة الوطنية للإشراف على الانتخابات وغير ذلك، بعيدا عن التعيينات. فهي يعني المبادرة كانت اقتراحاتها كلها أنها كل هذه المجالس وهذه الهيئات أنها تكون عن طريق. نعم. الانتخاب. هذا من التحفظات. هناك طيب في نهاية تحفظ آخر فيما. نعم. يتعلق بأنه المبادرة اقترحت وأنه مثلا فيما يتعلق بالمدرسة قلنا التأثيرات الحزبية وليس التأثيرات السياسية، قلنا استبدال واستبعاد الإيديولوجية. لماذا؟ لأنها تأخذ نوع من عدة فيه بعض التحفظات الأخرى. طيب في نهاية البيان دعوتم إلى المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب، يعني في نهاية نفهم من هذا البيان أنه مبادرة القوى الوطنية للإصلاح يعني تساند هذا الدستور وتقف إلى تغييراته وإلى يعني المقترحات الجديدة التي جاءت به، لكن لم أرجأتم يعني القرار النهائي بتصويت بنعم أو لا إلى لقاء آخر، لماذا؟ طبعا هو الهيئة أو المبادرة مبادرة القوى الوطنية للإصلاح لما تقول باللي تدعو المواطنين إلى التصويت على الدستور فهي في يعني منسجمة مع مسارها. نعم. فهي مشات في الانتخابات الرئاسية، فهي من أجل النضال في ظل الاستقرار وفي ظل احترام الدستور، في أنها تطالب بالتغيير أن يكون تغيير تدرجي سلمي وفي ظل الاستقرار ومع احترام ثوابت الوطنية وفي إطار الوحدة الوطنية. وبالتالي فإنها حينما تدعو المواطنين وتدعو الناخبين إلى الذهاب إلى الانتخابات فهي منسجمة مع ذاتها مع فقط. نعم. بالنسبة للناخب ماذا يختار؟ هل يختار نعم؟ هل يختار لا؟ هل يصوت بورقة ملغاة وهذا مستبعد في خاصة في المسائل الدستورية؟ فإنها أرجأت القرار إلى وقت لاحق حتى ينضج القرار عند المكونات نتاعها، وفي ذلك الوقت ربما تأخذ قرار إما أنها يعني تدعو إلى التصويت بنعم أو إلى التصويت أو إلى ترك. نعم. ترك المسائل لمكوناتها، وكل مكون له الحرية في دعوة منخرطيه وأعضائه وأتباعه ومناضليه للتصويت بالطريقة التي يراها مناسبة والتي تحددها الهيئات نتاع هذه الأحزاب ونتاع هذه الجمعيات. ممتاز. والشخصيات. طيب بالنقابة الوطنية للقضاة أنتم أيضا يعني مكون من مكونات هذه المبادرة، مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، هل يعني التقيتم في النقابة الوطنية للقضاة و حسمتم موقفكم من الدستور بنعم أو لا؟ ليس بعد. أنا الآن أجد نفسي أمارس السياسة رغم أن ما هو سائد نظريا أنها ممنوعة للقضاة، ولكن أقول ما هو ممنوع ويجب منعه هو التحزب، لأن السياسة شأن الجميع ومن حق كل المواطنين ممارسة السياسة مهما كانت مواقعه. الذي يتعين منعه على أصناف معينة من الإطراز والموظفين هو التحزب حفاظا على هامش استقلاليتهم وعدم انحيازهم. موقفنا النهائي كتنظيم نقابي سيكون محل دراسة مع السادة أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، وسنرى
ما الذي تقرره الأغلبية علما وما راحش نكشف سر ممكن يكون القطاع الأكثر استفادة من تعديل الدستور هو قطاع العدالة بالتنظيم الجديد وبالهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء. وهذه سابقة لم نسمع بها على لسانكم على لسان القضاة من قبل في الدساتير السابقة أن القضاة يعني يقرون بهذا. لم تكن في يوم ما في النصوص، مشكلتنا في الممارسات وصياغة القوانين العضوية والقوانين العادية لاحقا هي التي ستحدد المسار. نعم. فيما إذا كان يتجه إلى تكري استقلالية حقيقية أو أننا ندور في حلقة مفرغة بديكور عنوانه الاستقلالية وواقع بعيد عنها. شكرا لكم جميعا. لا أستطيع أن أعطي لكم الكلمة الأخيرة المعذرة، أستاذ يسعد مبروك رئيس نقابة القضاة، الأستاذ عمار خبابة ناشط حقوقي وباحث في القانون، والأستاذ أمين بن كراودة المختص في القانون الدستوري. شكرا لكم جزيلا الشكر على إثراء هذا النقاش الذي انتهى وقت حصته. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل مع ضيوف جدد. في أمان الله.